نتيجة عوامل البرد والشتاء يلي أكيد عم تأثر على الشعر والجلد، بصير الاهتمام مضاعف. نور، كيف ممكن نحن نحافظ على الرونق والحيوية وصحة الشعر بعيدا عن الخلطات الكيميائية والتجارية؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بالكيميائية براء حداد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. أهلا فيكي. يسعد صباحك. يمكن هذا الموضوع بهم كل الصبايا والسيدات وحتى الرجال، عم نشوفهم بالآونة الأخيرة عم يكون عندهم اهتمامات بخصوص الجمال والمظهر. خلينا نحكي عن الاهتمام بالشعر اليوم خصوصا بفصل الشتاء، يعني دائما نحس الشعر بيقصف بينشف، المناخ بيأثر مو فقط على الشعر، بتحسي على البشرة وعلى حتى الجسم بشكل عام. صحيح، صباح الصحة والجمال. ما بننكر انه الشعر يعني بالنسبه للسيدات والرجال هي جزء جدا مهم من اهم عنصر تماماً جمالي. صحيح. تماما خلينا نقول التركيز الاكبر بيكون على رونق الشعر وصحته وحيويته وجماله، حتى ما فينا نقول انه كل سيده بيكون عندها هذا الشعر الصحي اللامع المفروض بشكل كتير حلو اللي لونه حلو، بيعطيها ثقه وامان اكثر، بتوثق بجمالها اكثر وبانوثتها اكثر. اليوم مع فصل الشتاء بالجو القاسي والجفاف بتلاقي حتى في شغله، العادات السيئه اللي بنعملها بفصل الشتاء للاسف هي اللي بتاثر على الشعر غير بفصل الصيف. بتلاقي استخدام الطاقيه الصوف وتوليد الشحنات الكهربائيه السالبه بيعمل لك هذا التقصف، وبتحس الصبيه انه انا ما عم بقدر افرد شعري بطريقه صح. في ناس من كثرة استخدام المواد الكيميائية الإفراط فيها، الناس اللي بتحمم شعرها بشكل يومي، هذا بيؤدي إلى أنه ما بقى بيطلع الزيت من جذور الشعر أو الفروة والغدد لبرا، فلذلك هي أحد المشاكل اللي بتصير. النقطة الثانية الاستخدام الخاطئ للشامبويات والكريمات اللي بنسميها نحن البلسم أو الكريمات المرطبة، الإفراط باستخدام المثبتات اللي بنسميها نحن اللي بيجعدوا الشعر أو الجيل أو غيره، هي كلها أسباب بتسبب أنه تخلي الشعر ما نو صحي وما نو لامع. النقطة الثانية بالنسبة للرجال الشباب بشكل عام، إذا حضرتك كنت عم تحكي عن الموضوع، اليوم الشاب صار عنده موضوع أنه حلاقة الشعر وتطويله، وعم بيصير عندهم استخدام مواد كيميائية ثابتة، يعني مثلا بتلاقي الشاب بيحط على شعره مادة ثابتة على الشعر كرمال تعطيه هذا التثبيت تماما، أو بيقول لك أنا بدي خصل، فكل هاي العوامل يعني تماما بتأثر على الشعر. هلأ النقطة اللي بدي أحكي فيها الأهم من هذا الشيء، إذا أنت بدك تهتم بشعرك أو للسيدة بدك تهتمي بشعرك، أنت بدك تهتمي من جوا لبرا، يعني الغذاء قبل الدواء، هذا أهم شيء، الغذاء قبل ما أنا أروح على المستحضرات التجميلية أو على الطريقة الآمنة لحتى أحافظ على شعري. غذاء صحي متوازن وسليم، بعيد عن الأطعمة المهرمنة، بعيد عن أكل السوق، غذاء متكامل بالفيتامينات والحديد وغيرها، فأكيد أنا بحصل على شعر صحي ورونق. ومو بس هيك، ما ساعتها أنا بحس حالي إنه ماني بحاجة لهي المكملات الغذائية لحتى أنا أحصل على هذا الشعر الصحي. يعني قبل ما نروح لموضوع الغذاء ونحكي عن الخلطات المنزلية أو طرق العلاج، خلينا نستفسر أكثر. ذكرت نقطتين، استخدام الشامبو الخاطئ، نحن كثير بنشتري أحيانا شامبويات ما بنقرأ المكونات أو من شو مصنوعة، في مواد هي عم تكون خطرة أو ما بيصير نحن نستخدمها وهي موجودة ننوه عليها. تماما. وكمان ذكرتي موضوع الحمام، كمان بالشتي بعد الحمام في مثلا عادات خاطئة ممكن تماما يتبعوها الصبايا. خلينا بس ننوه شو الخطأ اللي عم بيصير. 100% اليوم في بالمجتمع ظاهرة، إذا بتعدي مع الصبية الصغيرة أو الكبيرة في تقليد أعمى إنه فلانة عملت وفلانة جابت. اليوم الكلمة المتداولة بين الناس جيبوا شامبو بالكيراتين أو روحوا عملوا الكيراتين، هي أول عادة خاطئة، لأنه مو لأي عمر بينعمل ولا لأي شعر بينعمل مثلا الكيراتين. حتى أنا ما فيني روح اشتري شامبو بالكيراتين بس لأنه أنا بدي كيراتين. دائما استخدام الشامبو، أي شامبو مدعم بالفيتامينات مين ما كان بياخده، دائما أي شامبو مدعم بالزيوت عادي أي شخص بياخده. ثلاثة، أنا اليوم بعرف نوعية شعري إن كان سبل دهني أو جاف،
ما في انسان ما بيعرف طبيعه شعره. شعر السبل كلياتنا بنعرف انه افرازاته الدهنيه اكثر، مفرود كامل، نسبه الكيراتين بتكون فيه عاليه، الكيراتين الطبيعي اللي هو بينولد بالشعره، تركيبه الشعره ما بين الجزر والشعر والغدد اللي بتكون. نحن في عنا بروتين ليفي بنسميه الكيراتين. الكيراتين هي عباره عن بروتينات، يعني فيها مجموعه من الاحماض الامينيه مرتبطه مع بعضها بروابط بيبتيديه بنسميها، تمام؟ هاي الروابط بتكون في منها عرضي، في اكثر من 30 نمط للكيراتين. هي انا عم فهمك شو يعني الكيراتين، هو موجود بالشعره، موجود بالاظافر، بمنشا البني ادم. اليوم التركيز عليه ليش؟ لانه هو اللي مسؤول عن صحه الشعر واللمعان والحيويه والفرد. الشعر المفرود معناتها نسبه كيراتين عاليه 90%. لما بنشوف شعر مقصف مجعد تعبان دوبنا عم نقدر نفرده، ما فيه كيراتين. هي بقى هون بقى انا بدي اعرف التوجه لإلي، كيف بدي اهتم؟ مفرود صحي، انت ما لك حاجه كيراتين، ولا تسمحي لحدا ينصحك بهالنصيحه ابدا. بينما شعر تعبان كان بالزمانات مصبوغ، أنا هون بقى بعرف شلون بدي أعالج. ساعتها بلجأ لحدا مختص من الناس المختصة بالتجميل، بيستخدم لك المواد للأسف مواد كيميائية. طبعا في طريقة هلا رح أحكي عنها أنا شلون بحضر كيراتين بالبيت وغيرها. ساعتها هون أنا بلجأ لعند حدا مختص بيساعدني بعملية الفرد. الكيراتين عم بيكون صناعي محضر ببلاد برا ونحن مستوردينه لهون، بيكون فيه نسبة من الفورم الدهيد هي الأساس بتركيبة الكيراتين. لذلك أنا بدي نبه هون رجاءً رجاءً البنات، أنا اليوم بشوف بنت يا دوب عمرها 18 سنة بتقولي أنا بدي أعمله. فالشامبويات برجع بقلك أي شامبو فيه فيتامين مدعم بالزيوت اختاروه عادي وعرفوا نوعية شعركم. الشامبويات الثانية بتيجي توصية من طبيب، هو بيعرف شو عندك نقص، هو بيعرف طبيعة شعرك. لا سمح الله عنا أمراض هرمونية، غدة، لجأنا لعمليات سابقة، صار عنا التهابات، فبتصير منصير نحن منعالج بهي الطريقة. طيب خلينا نحكي معك عن اهتمام بالشعر، إذا قلنا من خلال المواد الطبيعية الموجودة بالبيت. لكن صبية عم تتابعنا، لأنه حتى لما نشتري المواد هي مكلفة ماديا جداً. واليوم كيف يعني أغلب المشاكل اللي بتقلك شعري جاف بالشتاء أو مقصف، يعني هي المشاكل الشائعة بفصل الشتاء. خلينا نعطي بالتفاصيل هيك بسيطة بعض الخلطات اللي ممكن السيدة تعملها بالبيت بعيدا عن المواد الكيميائية. تمام. هلا أسباب تقصيف الشعر رح أقلك. تحممت الصبية طلعت، في ناس بتضلها فتفته بالمنشفة، هذا غلط. طالما ضلينا لافينه بالمنشفة أنا منعته يتنفس، منعته من أكسجين الهواء. أنا بخليه ينشف يعني ربع ساعة تلت ساعة لحتى أحس إنه كل المي بلشت تتبخر منه، بعدين ببلش بالسشوار التنشيف هذا المجفف. حتى شلون بنشف؟ خلي المنبع السشوار إنه هاي الرأس تبعه بعيدة تماما، بعيدة 10 سنتي. خليه أنا هون عم بشتغل بالشيء آمن. حبيته بعدين الليس الفير، الحرارة جدا آمنة على الشعر بتكون. التقصيف هي احد مشاكل التقصيف انه بينشفوا دغري بعد هذا. الاختيار الخاطئ للشامبو وغيره هي احد الاسباب كمان. اذا انا ماشي بشكل صحي بدي نشف شعري بيكون بعد نص ساعه. طيب شو بقدر انا اعالج التقصف؟ دائما بنقول الزيوت الزيوت الزيوت. إذا أنا غذائي صحي ومتوازن فيه البيض، السبانخ، الورقيات الخضراء، الأوميجا 3، كل الأطعمة، الحبوب والبقوليات اللي فيها البي 12، البي 6، البي 2، إذا أنا هذا كله أخذته وضل عندي فقط علاج خارجي الزيوت. علينا بزيت الزيتون يلي بيحتوي أكبر نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وكمان المرممات بيساعد على فرد الشعر ولمعانه. زيت اللوز الحلو، وعندنا زيت البابونج وزيت الجرجير، كلياتها مغذية على الشعر، مغذية للشعر، بالإضافة لزيت الخروع يلي بيساعد على إنبات الشعر من جديد. إذا عندي منطقة ما فيها شعر، فزيت الخروع بيساعد على تغذية الفروة والغدد وبيخليه ينمو أكثر. حتى في صبايا بيضيفوا له علب المسكرة لتغذية قرموش والحواجب. عفوا بس قبل الزيت كيف بيستخدموه يعني التمام للشعر؟ تمام. رح أقول لك شو، نحن بنجيب الزيوت اللي عندي إياها، زيت الزيتون، البابونج، الجرجير. طبعا المعلومة اللي نقصتها، إذا شعر مصبوغ هايلايت أو بلاتيني أو هاي الألوان اللي ضاجة شوي من درجة الشقار،
ما فيني استخدم لزيوت لانه بيصبغ لون اخضر. ليه؟ لانه هذا الشعر بيكون تعرض لسحب لون بعدين انا اعطيته لون، فللاسف اللون الاخضر بيصبغ عليه انا نزعته. هذا الشعر المصبوغ بروح له لبديل الزيت بيكون كريم صحيح افضل لإلهم صحيح. وهو الامن اكثر. بينما شعر مانو مصبوغ صحي وطبيعي انا باخذ من كل نوع من الزيوت معلقتين بحركهم فيني هيك بس لمدة ثواني على نار هادية بس لحتى أحس بعملية المزج. بعدين بسرح الشعر كله كامل، بتصير بعدين عملية التدليك من فروة الرأس إلى آخر الشعر، تمشيط برفعه وبحط له كيس غطاء يلي هو لمدة ساعتين، إذا أنت قاعدة بالبيت ساعتين ونص ثلاثة قد ما فيك تتحملي تمام. بعدين عملية الاستحمام بالمنزل وبنحصل على نتائج جدا مذهله، لكن كل 15 يوم هذا الافضل. انا هيك بكون حافظت على طبيعه الشعر واللمعان والحيويه فيه. اكيد بالختام نشكرك لكل النصائح اليوم، وهي يمكن بعض فينا نقول العنايه بالشعر ضمن المنزل فينا، يعني ما نروح لعند اي محل او صالون ونخفف اليوم مصاريف صحيح. وتعتني كل سيدة ضمن الإمكانيات الموجودة بمظهرها وجمالها. شكرا كثير لك. اهلا فيكم. شكرا لك. شكرا كثير لك. صراحة الأسئلة ما خلصت بموضوع الشعر بس وقتنا انسرق فورا الوقت راح. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا.